واستذكارا للثورة أو لثورة العشرين في عامها الثاني بعد المئة لاندلاعها، والرسالة التي صدرتها هيئة علماء المسلمين في العراق بمناسبة الذكرى. ينضم إلينا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله ومرحبا بكم. وعبر سكايب أيضا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. أهلا ومرحبا بك شيخ يحيى. أهلا وسهلا شاهدين رافدين. حياك الله. أبدأ معك دكتور عبد الحميد، تمر هذه الأيام الذكرى الثانية بعد المئة لنشوب ثورة العشرين، بداية إلى أي مدى ترى أن لثورة العشرين مقدمات سياسية أكثر من كونها ردة على ممارسات تعسفية من قبل الاحتلال البريطاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. لا شك أن مقدمات الثورة وما الخطابات التي نادى بها زعماء الثورة هي خير دليل على أن هنالك وعيا سياسيا كان مصاحبا، بل هو المحرك الأساسي لهذه الثورة، فلم تكن فقط مجرد فعل ولا مجرد ردات عاطفية أو أفعال عاطفية من قبل الشعب العراقي، رغم أن ذلك هو ربما وقود لهذه الثورة وغيرها من الثورات، لأنه بالعادة والمعتاد أن الشعوب تطالب بحقوقها وتثور ضد الظالمين. لكن حينما نتابع ونراجع تاريخ هذه الثورة والأدبيات التي رافقتها سواء كانت قبيل الثورة أو أثناءها أو بعدها، فإننا نستشف من ذلك ونستقرأ أن هنالك وعيا سياسيا صنع هذه الثورة وكان يقودها، ولا سيما أن قادة هذه الثورة ومحركيها الأغلب الأعم هم كانوا في بغداد ومن النخبة الثقافية المثقفة والواعية، سواء كانوا من قادة الجيش أو من علماء الدين أو من بقية أنواع الطبقات الثقافية من الكتاب والشعراء وغيره. نعم شيخ يحيى، في الذكرى الثانية بعد المئة لثورة العشرين، بداية ماذا تمثل هذه الثورة إلى العشائر في العراق؟ قرن من الزمان ومعه عامين وما زال نور هذه الثورة يملأ أرجاء العراق ويستنبط الشباب والأجيال والعشائر الدروس من هذه الثورة المباركة. هذه الثورة المباركة التي نفذتها العشائر على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية إن أعطت الصورة الواضحة بأن العراقيين متمسكين بوطنهم، فكانت ثورة الكرامة ضد الاحتلال الإنجليزي بكل وعوده الكاذبة من خلق أجواء جديدة في العراق ومن أجل بناء واستثمار، بل كان هناك مشروعا خبيثا للسيطرة على العراق وجعله منطلقا لهذه القوة الاستعمارية، بل جعله ركيزة من إحدى ركائز هذا الاستعمار البغيض. لذلك عندما انطلقت ثورة العشرين كانت نتاج لثورات وتظاهرات قامت بها العشائر سواء في جنوب العراق أو في بغداد أو في شمال العراق أو في المحافظات الأخرى. لذلك توحدت هذه الانتفاضات والتظاهرات في ظل قيادة حكيمة انطلقت، كان محمود الحفيد في السليمانية وكان الحبوبي في جنوب العراق وكان الشيخ ضاري في مناطق بغداد، لتتوحد هذه الثورة بعد أن اشتعل أو انطلقت شرارتها في مدن العراق ابتداء سواء من الجنوب أو الشمال لا خلاف على ذلك، ولكنها كانت نتيجتها إن توجت بمقتل أكبر زعيم لهذا الاستعمار الإنجليزي الذي كان يستخدم الخبث والبكر ضد أبناء شعبنا، فكانت الضربة القاضية التي وجهها له الشيخ الشهيد غاري المحمود الزوبعي، والذي هز بها أركان النظام الإنجليزي وهز بها لندن وفجعها بهذا القائد التي كانت تعتمد
عليه في تصدير خبثها ولؤمها ومكرها على الشعب العراقي وعلى الشعوب الأخرى. لذلك كانت هذه الثورة المباركة تمثل الوحدة الحقيقية للعراق. أنتقل إليك دكتور عبد الحميد، كان لثورة العشرين آثارها على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي، دعنا نبدأ بآثار الثورة على الشعب العراقي، كيف ترونها؟ لا شك أنه كانت هذه الثورة من أهم أهدافها أو نتائجها التي تحققت هي ما كان في أثناء هذه الثورة من تلاحم أبناء الشعب العراقي. وكما ذكر الشيخ يحيى قبل قليل، تلاحم أبناء الشعب العراقي هذا بمختلف أطيافه وبمختلف قومياته كان خير مقتل للمشاريع التي كان يراهن عليها المشروع، مشروع الاحتلال الإنجليزي، لأنه دائما المحتل يسعى إلى زرع الفتنة بين أبناء الشعب ليتخذ ذلك مكانا ومحلا لوضع قدمه وتوقيد أركان مشروعه، وهذا ما كان يسعى إليه بكل صراحة وبكل قوة من خلال العمل على التفرقة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي وكذلك التفرقة الوطنية. فلما تلاحم أبناء الشعب العراقي في عمل واحد من جنوب العراق إلى شماله، من شرقه إلى غربه، بل كانت بعض المعارك تدار بخليط من أبناء الشعب العراقي مذهبيا ومكانيا وحتى يعني من عدة أطياف. يعني المعركة الواحدة المعركة الواحدة كان يشارك فيها ويقودها قادة من شيوخ العشائر بالتعاون مع قادة من الجيش، من قادة الجيش العراقي أو المنتمين إلى الجيش في ذلك الوقت، يعني من بقايا الدولة العثمانية، ومعهم رجال الدين والعلماء. فهذا التلاحم وهذا التكاتف هو خير دليل وخير نتيجة على هذا التلاحم، وهذا ما تحقق لاحقا حينما بقي أبناء الشعب العراقي على قلب رجل واحد يطالبون بهذه المطالب، فكان هذا أفضل شيء ربما نقول أنه تحقق. شيخ يحيى، العراق شهد ثورات وانتفاضات سابقة ولاحقة لثورة العشرين، بما تختلف ثورة العشرين عن بقية هذه الثورات أو الانتفاضات؟ ثورة العشرين تختلف عن بقية هذه الثورات، إنها الثورة الأولى التي أعطت للدنيا بأن الشعب العراقي هو شعب واحد، وإنه ليس شعب مصطنع أو هو تجمع لشعوب، وإنما هو شعب انتفض من أجل كرامته ومن أجل وطنه. فكانت هذه الثورة هي الرسالة سواء للمستعمر الإنجليزي الذي أسقط بيده كل الأوراق وذهب يبحث عن حكومة للعراق في وقت، لو لم تكن هذه الثورة لاستمر هذا الاستعمار بسياسته الاستعمارية في ظل قيادة ما يسمى المندوب السامي البريطاني المتحكم بمصير العراقيين. فلقد أثبتت ثورة العشرين بأن شعب العراق بكل أطيافه هو شعب واحد وامتداد لتأريخه وإرثه وحضارته على مر القرون، وهو أنشأ أول حضارة في التاريخ. فكانت ثورة العشرين هي من أعطت اسم العراق للدنيا كلها، بدل أن كان يسمى في أسماء ولايات في ظل الدولة العثمانية. دكتور عبد الحميد، كيف أثرت عروس الثورات في العراق على المنطقة الإقليمية ودولها وشعوبها؟ يعني لا ننسى أن هذه الثورة حينما نقرأ تاريخها هي لم تكن بمعزل عن المنطقة، بل هي كانت امتداد لثورات ولحراك قوي في الإقليم. ثورة العشرين ساهم فيها وشارك فيها قادة من ما يسمى اليوم بدول الجوار، وكما نعلم أنه في ذلك الوقت كانت البلاد لم تتضح بعد
هذه الخطوط التي زرعها الاستعمار البريطاني الفرنسي في ذلك الحين، بل كانت الشعوب يعني تعمل على امتداداتها السابقة إقليميا. فهنالك الكثير من العشائر التي في سوريا اليوم، في نسميها سوريا أو في بلاد الشام، قد ساندت الثورة وتحققت، وكثير من الرجال الذين كانوا يتحركون ما بين بلاد الشام وبين العراق كان لهم كبير الأثر في هذه الثورة. كما أن هنالك حراكا كان في بلاد أو في الولايات التي تسمى اليوم جنوب تركيا، فشهدت تلك المنطقة في مرسين وجزيرة عمر وغيرها، يعني كانت ماردين وغيرها، كان هنالك حراك كبير قوي من هذا هؤلاء الرجال الذين يسكنون في تلك المناطق، وله تأثير كبير في مد رجال الثورة في العراق بكل أنواع المعونة. كما أن هذه الثورة ونجاحها انتقل صداها إلى البلاد المجاورة والعديد من المناطق، فكان بمثابة الشمعة التي يستنار بها ويقتدى بها، فتأثرت بعض البلاد فسارت على مسير هذه الثورة لما رأوه من أن شعبا منزوع السلاح أو ضعيف العتاد قياسا إلى هذه التي تسمى في ذلك الوقت هي القوة العظمى في ذلك الوقت، فارق السلاح لم يكن سببا لامتناع الشعب عن المطالبة بحقوقه، ولم يكن هذا الفارق بالتسليح هو سببا لتحقيق مثل هذا الانتصار العظيم والكبير الذي حققه أبناء الشعب العراقي. لذلك كانت هي بمثابة الهداية لهؤلاء للاقتداء والسير على هدى. شيخ يحيى، برأيكم ما هي الدروس التي رسمتها ثورة العشرين لتكون إلى الأجيال المقبلة نبراسا وخريطة طريق يمشون على إثرها؟ من الدروس المستنبطة لثورة العشرين المباركة وأن الشعب العراقي لن يقبل بأي احتلال غادر وغاشم مهما كانت التوصيفات ومهما كانت الوعود. لذلك فإن الشعب العراقي هو سيد نفسه وهو القادر على قيادة نفسه وتحديد مصيره، فثورة العشرين أعطت هذا الدرس الكبير لشعبنا العراقي الذي يواجه اليوم الاحتلال الأمريكي والإيراني المركب، ومعه كثير من مخابرات العالم التي جاءت تستهدف العراق بشعبه وبثرواته وبحضارته وبإرثه وبتاريخه. لذلك فالعراقيون هم يستنبطون ويسيرون على هدى ثورة العشرين التي قام بها الأجداد الكرام رحمهم الله، ويعززون مسيرتهم، بل يسيرون على هذا النهج القويم لحين خلاص العراق من هذا الاستعمار وهذا الاحتلال الأمريكي الإيراني المركب المدعوم من كثير من القوى الشريرة في المنطقة وفي العالم. نعم دكتور عبد الحميد، ما زالت آثار ثورة تشرين ثورة العشرين شاخصة إلى أمام كل المراقبين إلى هذه اللحظة. ماذا تمثل ثورة عشرين في العقل الجمعي العراقي، وهل كان لها دور في ثورة تشرين التي لا تزال تداعياتها مستمرة رغم القمع الأمني المستمر لها؟ نعم، هي ممتدة إلى هذا الوقت، وهي ليست فقط آثارها أو تأثيرها على ثورة تشرين التي لا يزال يعني لا تزال آثارها إلى الآن، بل هي كان لها تأثير منذ الأيام الأولى للاحتلال الأمريكي للعراق. فالكثير من القوى العراقية وفصائل المقاومة والقوى المناهضة للاحتلال كانت تستشهد بهذه الثورة، ثورة العشرين، وتتخذها منارا للسير على هداها، وتتخذ الخطابات التي قيلت في وقتها والأدبيات فرفعت وتمتزجت تلك الأدبيات بأدبيات المقاومة في هذا العصر. الأسباب الموضوعية التي أدت إلى ثورة العشرين في القرن الماضي هي ذاتها أسباب الأسباب الموجودة حاليا. احتلال موجود، وهذا الاحتلال وين تلبس اليوم وأعطى الراية لأدوات محلية، لكن الفعل والمشروع لا يزال للاحتلال الأمريكي وللإيراني كلاهما، وقد افتضحت هذه الأدوات التي
تتستر بستار أنها من أبناء العراقي، لكنه افتضحت على الملأ، وبات الشعب العراقي يدرك أن هؤلاء لا يريدون العراق خيرا، بل يريدون الخير للعدو وللمحتل، وأن آثار هذا الاحتلال قد نالت اليوم أبناء الشعب العراقي بجميع مفاصله، بل الآثار السيئة اليوم التي طالت العراق قد تجاوزت أضعاف ما أضعاف ما قد ناله الثوار أو أبناء الشعب العراقي في ثورة العشرين حينما ثاروا على المحتل الإنجليزي في ذلك الوقت. لذلك نقول أن هذه الأسباب اليوم هي ذاتها موجودة، والشعب العراقي نجده في كل مفصل اليوم من مفاصل اعتراضه على هذه الحكومات والأدوات الاحتلال اليوم، هو يستشهد ويسترشد بتلك الثورة. شيخ يحيى، بدقيقة واحدة إذا سمحت لي، إلى أي مدى تحتاج عشائر العراقية لوقفة كما كانت في ثورة عشرين، وإلى أي مدى نحن قريبون منها؟ بإذن الله نحن قريبون جدا من وقفة كبيرة، خصوصا بعد أن سقط القناع عن هذه الأدوات الخبيثة من الجواسيس واللصوص الذي اعتمدهم الاحتلال الأمريكي والإيراني، والذين لبسوا ثوب الطائفية. لذلك قد سقطوا هؤلاء حتى أمام طائفتهم ليتعزز الموقف الوطني العراقي بإذن الله، ولتعود ثورة العشرين ثورة العراقيين أجمعهم من أجل استعادة وطنهم وهم القادرين على تحديد مصيره وبنائه ونهضته. أمين أستاذ مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. وفي سؤال أخير دكتور عبد الحميد، أن الوعي هو أحد المقومات الأساسية لأي حركة سياسية أو شعبية أو أي ثورة من أجل نجاحها، لماذا أو من المسؤول عن غياب هذا الوعي في العراق بعد عام 2003؟ الوعي موجود وهو في تصاعد وتزايد، ولكن لا ننسى أن هنالك آلة إعلامية قوية جدا يتخذها الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني وأدواته بكل أنواعه، يتخذون تلك الأدوات لمحاولة التشويش على العقل الجمعي لدى أبناء الشعب العراقي، وكما أنهم يتخذون المال السياسي والفساد وغيره كوسيلة من وسائل إغراء بعض الفئات وبعض الأفراد ممن تسيل لعابهم للمناصب أو للأموال ولغيرها، ولكننا نرى أنها تزايد الوعد وتصاعده عند أبناء الشعب العراقي يبشر بخير قادم، لأنه الحقوق تنتزع انتزاعا ولا تستجلى، وهذا ما هو مقبل عليه أبناء الشعب العراقي. ونرى أن هذا الوعي ومظاهره كثيرة وعديدة جدا تتمثل في تصاعد التظاهرات واتساع رقعتها، وخير مثال هي المقاطعة الأخيرة للانتخابات التي جرت قبل مدة طويلة ولم تتشكل إلى الآن الحكومة. فالشعب العراقي يدرك الحقيقة اليوم، ويدرك أنه لا مخلص ولا منجى له من هذا الواقع المأساوي إلا أن يعيد الأمور إلى نصابها الأول، وهو تأسيس حكم وطني بعيد عن كل هؤلاء الذين جاء بهم الاحتلال. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا عبر سكايب في بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا لك. ومرة أخرى أشكر الشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية لانضمامي إلينا في بانوراما الرافدين، شكرا لكما.